معاكم اصل فيديو جديد. اول حاجه اذكركم صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه عندي في فيديو النهارده تحدي ال 100 كيل في ساعه، هيكون تحدي اسطوري قوي يا جدعان، ومش عيب بقى انا بصراحه انا مش عارف انا عبطت ولا لا، انتوا اللي هتحكموا وانتوا اللي هتعدوا لي الكيلات. والله العظيم لغايه حتى ما منتجت الفيديو انا ما اعرف عدد الكيلات بالظبط اللي انا عملتها كام، بس انتوا هتحكموا ساعه نحاول نجيبوا 100 كيل، مش عارف اقول اكتر من كده. فرنش لايك عايز كده تسمع الشوك وتفعل الجرس يا نورم. ايوه ادعي لي اكثر رب تكسب. انت ايمك بطاطا، انت ايمك ايه بطاطا؟ تعالى كده يا معلم. تعالى يا عم البشيشه جاي اقرب لوبي بقى اروح عليه. استنى زمين تعبان. نهار ابيض على النيد. ده مسكوات حزق ايه يا نورم؟ بص حزق السنين. تعالى معلم والله ما تروح. ها ها الله ينزل فن الصح. تعال ها طب ما تعملهاش تاني بقى، ما تعملهاش تاني بقى. ها عم بقى يا عم بقى يا عم اقعد بص الصندوق. مش كان عايز سبايدر؟ مش عارف ازاي كل العيال دي اللي ماتت دي معهاش سبايدر. يلا بينا الرندر ده. ايه ده؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا امس. الله بضرب برضه من كل حته. انا مش فاهم انا في ايه بصراحه، مش فاهم انا في ايه الصراحه يعني. ابلع 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 حتى اللي بيسأل عايزه. الله بلاص ام بلاص. لا نبلع على 5 minutes later. سيبك من زمارة المواقع وتعال نزمر في الواقع. تعال حبيبي حبيبي بتعمل ايه انت؟ تعال هوب تعال يا جثة اللي جوه انت. تعال يا عم بقى تعال هفنشك. ولا ما بتزنقنيش. امسك الشوت جان الاول يا صاحبي. هتعرف تمسك شوت جان ازاي؟ مش عارف انا، انا محسسني يا ابني اللي انا يهودي بيبش عليه والله. انت فارس البيت؟ اقعد بقى فاهم انت، انت جلانت انت استنى في زميلي كده فاهم؟ دول بوز جلانتات.
انا بعرف العبه. جايين لي بوش فاهم، واحد معدي بيس. تعال خد السكار اهو، هاتوا اخيرا. طلقه بقى موت يابا. ايه استنى، بص سبايدر، استنى استنى استنى، بص بص يا ديني، بص التاني، بص تحفه تحفه طبعا. فلوس دي ليها سكن تقريبا صح؟ معايا معاك؟ حاول تضرب كده باللعيبة جامد. ما اعرفش والله فكرت ملاها نزل مع السكار. السكار اللي هو استنى استنى اعمل لهم كمين. استنى تعال 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 راح فين؟ اهو نايم. اقوى 12 كيل كلمة. اطلع سطح اطلع سطح، معيش بتاع. طب اطلع لي حاول. ايه ده ايه ده، والله ما عارف ايه اللي حصل. فريندر جامد تاني. اطلع لي فوق، واحد جاب سبايدر فوق. ايه ده يا عم دلوقتي؟ انزل يا زميلي، مفيش موضوع. لا 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 مفيش موضوع مفيش موضوع. انت ما شفتش انت ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم، انا اللي بيعلق ده الجيب بقى عندك غريب قوي. ولا في اي موضوع ولا في اي موضوع. 20 كيل قدام. رايح على الكوبري، رايح على الكوبري. ما في ضرب، في ضرب فوق، في ضرب هنا. ماشي مش عارف بقى. اهو 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 استنى استنى، فايت فايت فايت. هو لا هيحمل الند امتى اصلا يا ابن اللعيبة؟ قول لي عايز اسبيلي، قول لي عايز اسبيلي، قول لي عايز اسبيلي. خد اسبيلي ابلع على منك ليه علا. اديله الله اكبر. ده فاصل ده اسبيلي ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لا يا عم اتحرك اتحرك. طب استنى انا عايزه ده. ده عيان. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ الواد ده كمين، الواد ده كمين، الواد ده كمين. عد عد استنى بقى اصبر. انا صابر بس انا مش شايف مكانه. بوم اوبن اهو. ايه ما تموت بهي ده بسرعه. حسين يا عمو انا زايد امان قدامي كذا واحد. فهمان فنشته. واحد جوه هنا بقى تاني. استنى استنى جوه هنا. يا لهوي انا واقع. هو لو في واحد هنا يبقى مكمبر. ما يبقى هو مكمبر، انا سمعت حد هنا متاكد. استنى طب اخش معاه يا ابني الكمبوره. استنى ايه استنى. شفتوا؟ استنى 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 شفتوا؟ يا اسطى دي الكورة ولا دي دماغ؟ هنعرف دلوقتي. اي عيب عيب كويس. كورة قلت هو ايه اللي تلفوه ده؟ يا ابن الحبيب تعال يا باي تعال. انا موت. هلا اوبن تعال. هو فين بس؟ قدامي. ما تلعبوا انه مش عارف هو فين. قدام بديه طلقة. يا ابن اللعيبة. جي جي. اوه ايه ده دلوقتي ينفع ما تشالش؟ لا اوف وربيت. يا عم عيل تعبان مش عارف يعمل حاجة. فاهمين. ده متفه. جبته؟
فنشت. استنى فنش فين فين. استنى اروح له ده. انا مت ليه؟ الله ينور عليك. النت قطع. رب الحق ترف النت. يا عم ما ترفش يا عم. انت خدت بال؟ لا تبنت ايه؟ اخدت نت بس ماش بان. اسمها النت معلق. ما اعرفش بقى هو جه علامة البان بقى من الشمال. ما اخدتش بان. لا كم كيل؟ 30. يلا يا عم مت البان. دقيقة دقيقة؟ اهو ريكوست التايم ده والدقيقة. طب ليه بتيجي علامة البان طيب؟ طب يا شباب دي غلطه في التصوير وانا بصور. الفيس كام هتظهر لمده دقيقتين بس من الفيديو، من اول دلوقتي لمده دقيقتين او دقيقه ونص، بعد كده هتختفي والفيديو هيكمل زي ما هو عادي كالعاده. طب يا شباب انا بعد ما اخدت بان 10 دقائق ده كالعاده، يعني انا خلاص الله زهقت واتعودت خلاص. المهم دلوقتي يا جدعان انا قررت ان انا هصور فيديو تاني، ولكن يا شباب الاصح ان الفيديو ده والتصوير ده كله ينزل في حلقه ال 100 كيل في ساعه. فانا قدرت يا جدعان انا اكسر رقم قياسي واعمل الجيم جامد قوي، وده يا جدعان اول 20 دقيقه منه يتحسبوا ضمن تحدي ال 100 كيل في ساعه، واخر 5 6 7 دقايق ما بيتحسبوش. فاحسبوا يا جدعان ممكن اطلع بكام كيل، وانا اعتقد ان انا كسرت ال 100 وقفلت التحدي. بس اتفرجوا على الفيديو وبيس اوت. تعبان شايفه نورم. الله نورم انت معايا ولا مع الناس التانية؟ تعالى معلم تعالى تعالى. انا كنت بظبط ام البتاع على الحرف. عم بتخلع. تعالى بس افهمك انا. تعالى بطل. ايوه اهو فينش. شكله هيجيبني. شكله هيجيبك الواد. ثلاثة نوك. ثلاثة نوك وفي الاخر يا لهوي. ابلع. سامع الصياح؟ ايه؟ صياح. انت سامعه اصلا؟ ايه ده؟ حبيبي غالي تعالى بس افهمك انا بقى القصة دي. تعالى ابلع. يلا بينا يا اسطى. اللي انا كنت ماشي. يلا مش مشكله انا كنت مهببه في ام ماشي. يلا عمادة حبيبي روح بقى على اللوبي. الله بوت. بوت بيضرب ازاي عليا بقى؟ ازاي ما ماتش؟ تعالى بص واتلعب لك. ما تشغل دماغك فاهم. ما تشغلش دماغك يا معلم. حلو 14 كيل لو جامد الحوار ده. انت معايا في اللايف يا نورم؟ شايف الاكشن قصاره؟ انت مالك بتنام ولا ايه؟ نورم انت معايا ولا مع الناس التانية؟ اسمع حاجات على الواتس فاهم. خالص بس الدنيا عندي جميله الصراحه. كان في حكايه وضربه قدامي نار. بس استنى انا اروح اشوف الحكايه دي ماشيه ازاي. يلا حبيبي تعالى بقى. صاحبك جاي؟ نهار اسود. ابلع على تعالى بتبيك. الله استباك اموت اون. تعالى مستر نور تعالى بطل.
السلام عليكم. يا رب صاحبك يضرب عليا بس يا مستر نور. ايوه تعال تعال. ايه الام الزفت ده؟ تعال بطل انت. ايه ده؟ هيل. ايوه كنت تهيل يا جدع. يا نهار اسود. تعالي معاك انت بقى. يا زرزور يا زرزور ازاي يعني؟ سيبك من كارتة المواقع. تعال يا زرزور انا بقى جيت لك. ايه يلا ما تبقى الزرزور ده انت تنح. يما حبيبي قلبي. ايه ده؟ ده بيعمل ايه هنا ده؟ بص يا اسطى الزرزور التنح يا اسطى عم قتب لي طول الجيم. الو السلام عليكم. السلام عليكم رجاله. ريندر. يا لا 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 ايه ده؟ ايه ده ده ده؟ يا عم شغل السمواي. ايه ده؟ عربيات. في سكواد وايب دلوقتي. واحد وايب سكواد كامل. بس انا اسمي سنين صوت صوت بس عن ايه؟ حاول افنش ده. بس انا بس اديها انا ايه الهيله متينة. ايوه عديله انت بقى. عديله. ده الواد اللي وايب السكواد حبيبي. تعالى بطل كده. تعالى بس افهمك انا. بص تعالى بس بقى. التاني اللي ايه مصمم على حياته ده ومش عايز يتفنش. انا هقول لك على حاجه حلوه قوي. خد يا صاحبي بالشفا وتفنش. انا هفنش كل الكلايه اهو بيولع ولا. طب ايه يا زرزوري؟ ايه حد جاي؟ ده وايب سكواد ازاي ده؟ طيب ده وايب. قول لي وايب سكواد ازاي ده زميلي؟ انا بكلم نفسي يا جدعان. هو حد معايا في اللايف؟ بس انا شايف في سكواد جنبي. حلو. انا مش عارف هم ايه اللي جابهم هنا بصراحه. اه تعال جنبي. تعالى معانا. استنى زوي استنى اهو. ما تعملش البتاع على تعالى على تعال يا حبيبي. اسحبه قدامي. يما حبيب قلبي. تعال يا عم. انت واخد فرج على العيال ولا ايه؟ ماشي يا عم قرب. بص 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 اعمى اعمى والله. انا افنش صاحبه قدامه ولا اعمل ايه؟ لا هاتوا يا اسطى. العب عدل يا اسطى. حرام الجيم ده يروح معاك كلات كتير انت في. لا بس بتبقى صعبه قوي. الدنيا بتبقى صعبه. الاول كنت اقدر ادخلك عادي. اصلا هو انا ممكن اجيب ال 40 كيل او اكتر واكسر؟ ما هم لو ما فايتوش انا هكسر. حكايه. انا هجيب الجثه دي. راحت فين؟ استنى بس. الله اللي عاملين يجيبوا كلات دول. الله ينور عليا. 300 متر سبكت كتير بس الله ينور عليا. ربيت ام السباكه. ما هو اتفنش للولا الخرا.
ابلع حلو اللاية واحدة نسلك اللاية ايوه يا تصيب يا تخيب هم لو بوتات خابت لو لعيبة صابت اهو الان انشلو داخل واتقعت فوق يا نهار ابيض بيعمل عليه لقطة ولا ايه حي انا خايف منه الواد ده خايف منه ايه ده اخوه محمد رمضان ده ولا مين يا لهوي الو السلام عليكم ها استنى بس شوف النجم ده استنى شكرا شكرا اوه الكلمه